ان شاء الله الامتحان هيكون هتستلم كيس ملح زي ده كده، عليه كولت وعليه الكيس نفسه اللي هو اللي جواه الملح نفسه. تخلص ده وتحط ده في جيبك، تكتب الكود بتاعه وتحطه في جيبك، وتبدا تجرب الايه التجارب بتاعه الشق الحامضي والعادي على الملح. نبتدي كده بترتيب السكيما. انت هتخش معاك السكيما معاك الايه الادوات. كمل. هنبتدي بقى اول تجربه في الحامضي، بيقول ايه ملح جاف مع اتش سي ال. هنجيب ملح جاف، ده كتير اللي انا حطيته ده كتير، يا دوب شويه دول كفايه، مع اتش سي ال. الحمض الايه اتش سي ال لو طلع فوران يبقى دوت كربونات او بيكربونات. حط كميه صغيره خالص. هل في اي حاجه حصلت؟ ما حصلش. انا ايه خلاص ركنت ده كده حطيته على جنب. التجربه الثانيه بيقول لي ملح جاف مع اتش 2 SO4 لو طلع دخانه حبخيره بيضه يعني تبقى كلوريد او نترات او بروميد حسب لون الايه البخور. هنحط ايه اتش 2 SO4 ماشيين مع السكيم الاساسي بس حبه صغيرين خالص. هل في اي دخانه حصلت؟ اي دخانه؟ مفيش. يبقى انت كده لا الاساسيه الاولى ولا الثانيه طلعت، يبقى لازم الثالثه تطلع. لازم الثالثه بيقول لي محلول الملح، وانا كده كده في القاعدي مكمل بكميه كتير بمحلول الملح، فزودت الكميه اهو شويه اهو، زود الملح شويه واحط معاه ميه واعمل كميه محلول تكفي كذا مره. اشوف كده تمام. هتجهز كده محلول ملح اهو داب بدا يدوب معظمه يعني، وهبدا افضيه عشان باقي التجارب بتاعه القاعده. هبدا افضي هنا في كل واحد من دول شويه، ادي ده شويه يدوب حبه صغيرين قد كده، ده هيكفيني كده، وده نفس النظام شويه، والثالث فضيت شويه هنا، الرابعه، كل واحده ايه حبه محلول يعني عشان التجارب اللي ايه اللي بعد كده. المحلول الملح مع بي اي سي ال 2 هيديني راس الابيض، لازم تطلع معايا. طلع راس الابيض ولا ظهر اهي. يبقى دوت كده يا فوسفات يا كبريتات. يعمل ايه؟ يضاف عليه اتش سي ال، الراس الابيض ده بنضيف عليه اتش سي ال. داب ولا ما دابش؟ لا يذوب، مكتوب عندك في السكيما، يبقى ده ايه؟ كبريتات. يبقى الشق الحامضي بتاعنا كبريتات. تمام؟ يبقى الشق الحامضي بتاعنا كام؟ كبريتات. خلصنا كده الشق الحامضي، صعب؟ الشق الحامضي في ثانية بيطلع. نفس الملح هنعمل ليه تجارب الشق الايه؟ القاعدي. طب الشق القاعدي بيقول لي ايه؟ محلول ملح مع اتش سي ال، هل هجهز محلول ملح؟ اهو جاهز. محلول ملح واضيف عليه اتش سي ال. هل اداني راس ابيض رصاص؟ لا. مرميش ده، هزود عليه اتش 2 اس. كل الكلام ده مكتوب في السكيم. هل طلع راس اسود او راس راس اسود يعني هي الثانيه دي؟ خلاص يبقى كده ايه؟ التجربه الثانيه ما طلعتش. تمام؟ طيب التجربه اللي بعديها الثالثه والرابعه. تمام؟ هنخش بقى على التجربه الثالثه والرابعه. الثالثه محلول الملح كلوريد امونيوم هيدروكسيد امونيوم، ادي الهيدروكسيد اهو وادي الكلوريد. محلول الملح وادي كلوريد امونيوم وادي هيدروكسيد امونيوم. دي المفروض ان هي التجربه بتاعت رصب ابيض الومنيوم او رصب معاك السكيما رصب ايه رصب ابيض الومنيوم يا اما رصب بني محمر حديد. ما طلعش حاجه، انا فضيت منها شويه لان التجربه اللي بعديها بنزود اتش 2 اس. اقوم واخد اتش 2 اس اهو نزود منه شويه. هل طلع حاجه؟ ما طلعش حاجه. يبقى التجربه الثالثه والرابعه برضو مش تمام. التجربة الخامسة بيقول لي ايه؟ بيقول لي محلول الملح مع كلوريد امونيوم هيدروكسيد امونيوم كربونات امونيوم. انا مجهز محلول الملح اهو كلوريد امونيوم هيدروكسيد امونيوم وبعدين كربونات امونيوم. كربونات امونيوم هتلاقي مكتوب عليها كربونات امونيوم. طلع اي رصب؟ لا، يبقى مش هي اللي عليها الضوء. يبقى كده رقم خمسه مش طالع. فاضل لنا سته وسبعه. سته بيقول محلول الملح وكربونات صوديوم. فين كربونات الصوديوم؟ ان ايه 2 سي او 3 ده. حط محلول الملح
واتسون في راس الابيض ولا لا؟ يبقى المشاهده عندي هنا محلول الملح وكربونات صوديوم يتكون راسب ابيض، يبقى ده كده مين؟ مغنيسيوم. عايز تتاكد من بتاعه المغنيسيوم؟ مفيش اي مشكله، هنتاكد. ده كده طلع مغنيسيوم. عايزين نتاكد، عندي اثنين تاكيدين، هيدروكسيد الصوديوم ومحلول ملح، ومحلول ملح وكلوريد وهيدروكسيد وفوسفات. خلينا في اول واحده، هيدروكسيد صوديوم ومحلول ملح. اجهز ازازه جديده كده فيها محلول ملح عشان خلص. انا ايه؟ هجيب شويه ميه مع الملح ده كده واعمل محلول ملح. انا خلصت التجربه بتاعتي والكيس ماله؟ شايف؟ مليان كله. انا خلصت التجربه كلها بجزء صغير خالص من الملح بتاعي. ادي محلول ملح والهيدروكسيد. بس خلي بالك من الترتيب، هو قايل لي ايه؟ هيدروكسيد صوديوم ومحلول ملح. انا مجهز محلول ملح اهو، وادي هيدروكسيد صوديوم ال ان اي او اتش اهو. احط الاول هيدروكسيد صوديوم مع محلول الملح. ادي محلول الملح، فضي شويه. طلع راس ابيض ولا مشاهده؟ راس ابيض يذوب في اتش سي ال. ادي الراس الابيض، وادي اتش سي ال فين؟ ادي اتش سي ال اهو، نضيف عليه اتش سي ال. تاب ولا ما تابش؟ تاب. طب الفوران ده معناه ان هو بايه؟ بيدوب. اذا الشق القاعدي بتاعنا مغنيسيوم. ماشي يا محمد؟ الشق القاعدي مغنيسيوم. يبقى الملح بتاعي طلع ايه؟ كبريتات مغنيسيوم. مغنيسيوم. يبقى الملح بتاعي كبريتات مغنيسيوم. ام جي اس اف. شايف انت الذوبان؟ خلاص ماشي خالص. ده ملح جديد هنجربه. نجرب عليه. اول حاجه الحامضي ملح جاف مع اتش سي ال. ادي ملح جاف وادي اتش سي ال. لو طلع فوران شايف ملح جاف واتش سي ال، شايف الفوران عامل ازاي؟ باين خالص. يبقى ده كربونات او ايه؟ او بيكربونات. او بيكربونات. حلو؟ طيب هعمل التاكيديه عشان احدد هو كربونات ولا ايه؟ بيكربونات. ولا بيكربونات. التاكيديه بيقول لي ايه؟ محلول الملح مع كبريتات المغنيسيوم. اجيب شويه ملح ومحلول، وعشان اكمل تجارب القاعدي هيبقى ايه؟ هزود محلول وافضيه في كذا ازازه، بس هسيب ازازه لمين؟ للامونيوم اللي هي اخر واحده. ادي محلول الملح، زود شويه ملح كمان قبل النهايه بشويه كده عشان تعرف ترد يعني. وهتدوب الملح ده وتفضيه في الازاز. احنا كده مش محتاجين تجارب ملح جاف تاني. ماشي؟ يبقى انا كده محتار بين كربونات وبيكربونات. وبيكربونات. الملح طبعا اللي هيدوب منه جزء هيدوب، واللي هيتفضل هيترسب معاك تحت. انت مش مهم، مش هيفرق معاك يعني ايه، هو خلاص وصل بقى ساتيوريتد يعني. هنبدا نفضي هنا ايه كل واحده من دول شويه شويه في كل ازازه شويه صغيرين. حلو كده. دول هيكفوني في القاعدي، وده هعمل بيه التجربه التاكيديه. التجربه التاكيديه بتقول لي ايه؟ محلول الملح ونترات فضة او محلول الملح وكبريتات مغنيسيوم. ادي نترات الفضة موجودة اهي. محلول الملح ونترات فضة، لو ادالك مع نترات الفضة راس ابيض يبقى كربونات، لا يظهر شيء يبقى ايه؟ بيكربونات. هل في اي راسب؟ ما حصلش اي حاجة، يبقى اللي كان معايا ده ايه؟ كان بيكربونات. يبقى اذا الشق الحامضي بتاعي بيكربونات. طيب نخش على الشق الشق الحامضي، سوري، بيكربونات. القاعدي بقى هنبدا بنفس التسلسل اللي فات، محلول الملح مع اتش سي ال. طب بيحصل فوران، والمشاهده اللي عندي مكتوب ايه؟ راسب ابيض، هل ده راسب ابيض؟ طب ده يا باشمهندس ده عمل فوران، ده عشان الحمض بس مركز. تمام؟ يبقى دوت كده ما حصلش حاجه، مش هرميها بقى. ليه؟ لان الثانيه ده معتمد عليها. هنزود عليه اتش تو اس، هنزود اتش تو اس. ده فوران، هل المشاهدة اللي عندك فوران ولا راسب اسود؟ راسب اسود. راسب اسود، مش هو ده. يبقى كده الأولى والثانية ما طلعتش. الثالثة محلول الملح كلوريد أمونيوم. هيدروكسيد أمونيوم. هل طلع حاجة؟ مفيش حاجة. الرابعة مش هرمي ده. بكمل عليه مين؟ H2S. أدي H2S. حصل حاجة؟ يبقى كمان الرابعة مش موجودة. الخامسة محلول الملح كلوريد أمونيوم هيدروكسيد أمونيوم كربونات أمونيوم. ها
طلع رصب ابيض كالسيوم او باريوم. لا يبقى مش هي دي كمان. السته محلول الملح ومين؟ والسته كان محلول الملح ومين؟ كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم. لو رصب ابيض يبقى مغنيسيوم زي اللي فات، ما طلعش رصب ابيض. اذا السته كلهم ما طلعوش، يبقى اكيد السبعه لازم ايه؟ امونيوم. السبعه ملح جاف. انا بفضل البتاع اهو عشان اخد ملح جاف، يبقى انا هشوف ملح جاف افضل منه قد ايه؟ افضل منه كتير جدا. احنا عندنا ملح جاف اهو، زودت الكميه عشان يبان شكل الامونيا معاك. ملح جاف مع ان اي او اتش مع ورقه مبلله ب اتش سي ال. ادي ان اي او اتش اهو، وادي انبوبه هقوم حاططها فين؟ مسقطها في الاتش سي ال اهي. وهحط من ان اي او اتش، مش هيحصل اي حاجه خالص. حط ده كده ولا يحصل اي حاجه. امال ايه اللي هيحصل؟ لما اجيب دي واحطها هنا كده طلع دخان ولا ظهر معاك؟ اه باينه خالص ولا؟ باينه خالص. يبقى دوت كده ايه؟ امونيوم ولا؟ وكمان انت لو قربت، انا يعني انا لما شميتها المره اللي فاتت عملت لي مشكله في مناخيري. يعني بتعمل لك صداع اساسا، فريحه الامونيا بتبان. ماشي؟ يبقى الملح بتاعنا ايه؟ بيكربونات امونيا. ان اتش 4 اتش سي او 3. تمام؟ الجديد اهو هنجرب عليه نفس السكيما، النهارده بنجرب الاملاح كلها. اول تجربه بيقول الملح الجاف شويه ملح مع اتش سي ال. ادي ملح جاف وادي اتش سي ال. لو حصل فوران يبقى امونيوم، يبقى بيكربونات قصدي. هل حصل فوران زي اللي فات؟ امال الدخان اللي طالعه دي ايه؟ دي من الحمض، عشان الحمض مركز يعني. تمام؟ ادي اول تجربه هنعملها ايه؟ ما بكملش على القديم، يعني بتتغسل اهي وبنجيب غير ملح جاف مع اتش 2 اس او 4. الحمض الكبريتيك اهو، اتاكد ان هو دوت ماشي. لو طلع دخانه، هل في اي دخان حصل؟ الخفيف ده كده ده اللي هو بتاع الحمض نفسه، انما الدخان، الدخان هتلاقي فوران بخار ابيض كده كتير. يبقى ده كده ما حصلش حاجه. خلي بالك انت بتحصل. بعد كده محلول الملح هجهزه لايه؟ للتجارب كلها. زودت كميه الملح اهو، واحط محلول ملح، ومتاكد ان التجربه الثالثه لازم تطلع، لازم تطلع معايا بالظبط. هجهز محلول ملح وافضيه في الايه؟ في الانابيب كلها. ادي محلول ملح، هنفضي في كل انبوبه شويه زي ما عملنا قبل كده. ادي الاول، ثاني، ثالث، الرابع. محلول الملح مع بي اي سي ال 2 دي التجربه الثالثه في الحامضي، لازم يديك راسب ابيض اهو. راسب ابيض باين خالص، يضاف عليه اتش سي ال. داب فوسفات، ما دابش كبريتات. داب ولا ما دابش؟ داب. ها اختفى خالص اهو، بدا يختفي خالص. يبقى ده ايه؟ فوسفات. ماشي؟ احنا الشركه بتاعنا الحامضي فوسفات. اكمل في القاعدي بقى، المحاليل بتاعتي جاهزه، مش هحتاج الملح تاني في حاجه. محلول الملح مع اتش سي ال، راسب ابيض، رصاص. هل ده راسب ابيض؟ لا ما حصلش حاجه. زود اتش 2 اس، ها مش اتش 2 اس وفوق عشان ما يفرقعش في وشي. اتش 2 اس حصل حاجه؟ لا. يبقى الاولى والثانيه ما طلعوش. الثالثه محلول الملح كلوريد امونيوم، هيدروكسيد امونيوم، لا يحدث شيء. الرابعه هنزود عليهم اتش 2 اس. حصل حاجه؟ ما حصلش اي حاجه. يبقى انت التجارب كلها ما تاخدش منك خمس دقائق اصلا لو انت ماشي صح. طب الخمسه محلول الملح كلوريد امونيوم، واحنا كمان ما نعرفش الاملاح دي ايه، يعني هي لسه دي بالكود بتاعها. محلول الملح كلوريد هيدروكسيد، و دي احنا في رقم كام؟ في رقم خمسه. كلوريد وهيدروكسيد وكربونات. ايوه كربونات امونيا. ها ما طلعش اي حاجه. خش على السته، محلول الملح وكربونات، دايما انساها دي، كربونات صوديوم ان اي 2 سي او 3. عند راسب ابيض؟ لا. يبقى السته كلهم ما طلعوش، فاكيد هتطلع امونيوم. امونيوم زي اللي فات. اللي فات هنعمل ايه؟ الامونيوم نجيب الانبوبه النظيفه دي نحطها في اتش سي ال اهو، وانبوبه ثانيه نحط فيها ملح جاف عليه
وعليه اللي او اتش كله معاك في السكيما. انت انا عشان ما تكرهش في الصح فانت هيبقى معاك السكيما تخش تعمل بيه ان او اتش اهو. مش هيعمل حاجه, مش هيحصل اي حاجه خالص, ولا في راسب ولا في غيره. وهنجيب الانبوبه اللي احنا حطيناها دي نحطها على الوش كده, هتلاقي دخانه باينه ولا باين, امونيوم باين ولا ظاهره, ماشي ظاهره خالص. يبقى احنا كده الملح بتاعنا ايه؟ فوسفات شويه امونيوم. هنجرب بقى الملح الرابع او الثالث, الملح اللي بعده ملح جاف. نخش على الحميض على طول, ملح جاف و اتش سي ال. هل حصل فوران؟ يا باشمهندس ده لونه ابيض, ده مش عارف. لا, هل المشاهده اللي عندك موجوده؟ هل فوران؟ فوران كربونات او بيكربونات, اي حاجه غير فوران عشان الملح بودر بس خالص, فطالع ايه بالشكل ده. يبقى كده لا يحدث. التجربه الثانيه ملح جاف مع H2SO4. ادي H2SO4 لو طلع ابخره يبقى كلوريد. هل طلع ابخره؟ مفيش اي بخار, يبقى دوت مش كلوريد. طيب اعمل ايه بعد كده؟ اعمل محلول الملح كمية كتير, وخلي بالك الملح ده بودر خالص كده شبه الدقيق, فهيبقى تقيل معاك وهو بيعمل محلول الملح. هتلاقي اصلا لونه ابيض, يعني شايف لما بنعمل محلول ملح هيبقى ابيض خالص. فلما تسيبه شويه هيروق, يعني لما تسيب الملح ده شويه كده من اللي هو فيه هيبدا ايه يبان يعني. وعملنا محلول الملح هنبدا نفضيه في ايه؟ في الازايز اللي عندنا نضيف. ادي محلول الزبده الاولانيه, الثانية, الثالثة, الرابعة. اتفضل معانا شوية دي او دي. ده يضاف عليه بي اي سي ال 2, طالما الأولى والثانية ما طلعتش يبقى لازم الثالثة هتطلع. ادي بي اي سي ال 2 فيدينا راس الأرض. هتقول لا يا باشمهندس هو لونه أبيض أصلا, ماشي, بس هو ده لو احنا حطينا عليه مية وهو لونه أبيض هيتخفف هيبان, إنما كده أكيد إن هو راس الأرض. يضاف عليه اتش سي ال, داب فوسفات ما دابش كبريتات, داب ولا ما دابش؟ هل ده داب؟ فضل زي ما هو, يبقى ده ايه؟ كبريتات. اذا الشق الحميضي بتاعنا كبريتات. طيب نخش على الشق القاعدي. القاعدي بقى محلول الملح مع اتش سي ال, ما حصلش حاجه, ماشي اهو عشان تتاكد مش حاجه خالص اهو, بدليل ان هو لو بيعمل راسب كان عامل زي اللي فات, انما ده كل ما زود كل ما ايه خف, هو بقى راق بقى ابيض اهو, فما فيش راسب. H2S بعديها H2S برضه ما فيش راسب اسود, يبقى الاولى والثانيه ما طلعوش. خش على الثالثه والرابعه اللي هم مع بعض كده NH4Cl NH4OH. ادانا ايه؟ راسب اهو, جيلاتيني اهو باين شويه. يبقى التجربه الثالثه كان بيقول محلول الملح مع كلوريد امونيوم مع هيدروكسيد امونيوم اداني راسب ابيض جيلاتيني الومنيوم, تمام, ولونه اصفر اهو شويه. انا شاكك كده ان هو الومنيوم, شكيت ان هو الومنيوم, فراح اعمل الايه؟ التاكيد. محلول الملح مع كلوريد مع هيدروكسيد اداني الومنيوم. التاكيديه بيقول لي ايه؟ بيقول محلول الملح مع هيدروكسيد صوديوم راسب ابيض يذوب في زياده من NaOH. محلول الملح مع هيدروكسيد صوديوم, فين هيدروكسيد صوديوم؟ NaOH راسب, هو مش ابيض قوي, هو مصفر شويه, يذوب في الزياده تقريبا, ده ممكن التعرض للجو مثلا, يذوب في الزياده من NaOH, يذوب في الزياده من NaOH. نحط NaOH فين؟ ولا يزيد في زياده من NaOH ولا يزيد فين؟ من NaOH. داب ولا ما دابش؟ ما دابش. طيب انا كده مش متاكد ان هو الالمان, بنسبه كبيره مش هيطلع الالمان, مش هو الالمان. طيب نجرب الايه؟ التجربه اللي بعديها. التجربة اللي بعديها
هنرجع لها تاني. احنا كده دلوقتي ايه شاكين في رقم 3، هنعمل 4 وبعدين نرجع تاني لـ3. 4 محلول الملح وكلوريد وهيدروكسيد و H2S. انا شاكك ان ده يكون منجنيز. طيب نفضي شويه كده نحط H2S ونشوف ده منجنيز. ده تقريبا الرسم البصري اللي هو اللون لون الجلد شويه كده، تمام، نفس اللون اللي هو البيج شويه ده، فغالبا ده رسم بصري. برضه هنعمل التاكيديه ونشوف. التاكيديه بيقول لي ايه بتاعه الرسم البصري دي؟ محلول الملح وهيدروكسيد صوديوم راسب ابيض لا يذوب في زياده من الكاشف ويتحول الى بني بالتعرض للجو. محلول ملح، هنرجع بقى نعمل محلول ملح تاني لان احنا طولنا شويه في الملح ده. ادي محلول ملح مع هيدروكسيد صوديوم راسب ابيض يذوب لا يذوب في الزياده من الكاشف ويتحول الى البني بالتعرض للجو. نجيب ادي محلول ملح، هو طبعا لونه كده عشان ايه في الملح بودر خالص. محلول الملح مع هيدروكسيد صوديوم، ادي هيدروكسيد صوديوم، بيقول لك ايه راسب ابيض لا يذوب في الزياده من الكاشف. لما نزود ما دبش وتحول الى بني بالتعرض للجو، يعني لو سبته شويه كده هيبقى لونه ايه بني. هذا لونه بني ولا لا؟ يعني بدا يتحول. هنسيبه هنا شويه ونشوف، بس غالبا هو المنجنيز. يبقى احنا كده طلعنا الشق الحامضي كبريتات والقاعدي منجنيز. يبقى الملح ده اهو بقى لونه بني، لو زودت عليه هتلاقي لونه سيب ده سيب ده. وده كده ايه الملح اللي بعد كده. هنبدا بالجزء الحامضي، ملح جاف، ملح ده خشن شويه اهو، ملح جاف مع اتش سي ال، ما حصلش اي حاجه يبقى دوت مش كربونات او بيكربونات. بعد كده الملح الجاف مع اتش 2 اس او 4، ادي اتش 2 اس او 4. هل حصل دخانه زي اللي فاتت؟ ما حصلش اي حاجه. الانبوبه سخنت، الانبوبه مش عارف ايه، ده كله بسبب الايه؟ حمض الكبريتات. بعد كده محلول ملح بقى كل اللي جاي لحد الاخير. هناخد شويه ملح كتير عشان الملح ده خشن شويه، ونحط عليه ميه. ونفض في الايه؟ في الازايز بتاعتنا او الانابيب بتاعتنا. عشان نعمل محلول الملح، محلول الملح مع بي اي سي ال 2، التجربه الثالثه اللي هي لازم تطلع طبعا. لازم يطلع رسب ابيض اهو يضاف عليه اتش سي ال، جاب فوسفات ما دابش الكبريتات. داب ولا ما دابش؟ ما دابش اهو لسه زي ما هو، يبقى دوت كده ايه؟ اهو عشان تبان في الخلفيه. ما دابش يبقى دوت ايه؟ كبريتات. يبقى الشق الحامضي بتاعنا كبريتات. نكمل بقى في القاعدي. القاعدي اول حاجه محلول الملح مع اتش سي ال. ما طلعش حاجة مرميش، اخد ازود H2S، ادي H2S برضه ما طلعش حاجة، خلاص ارميه بقى. التالتة والرابعة مع بعض، محلول الملح مع NH4Cl مع NH4OH، ما طلعش حاجة، بنزود عليهم H2S في الرابعة. ما طلعش اي حاجه، يبقى انا كده اول اربعه ما فيهمش حاجه. الخمسه محلول الملح كلوريد امونيوم هيدروكسيد امونيوم كربونات امونيوم، ما طلعش حاجه. خش على السته، محلول الملح وكربونات الصوديوم، لاش برضو اي حاجه، يبقى اكيد هي ايه اخر واحده. اخر واحده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ملح جاف مع اتش سي ال مع ورقه مبلله، يعني قصدي ايه ورقه مبلله
بيتش سيز عايزين نجوا خيله شويه حط دي هنا كده ونجيب دي فاضيه نحط فيها الملح الجاف اهو كميه حلوه اهي مع ال اي ويتش تمام مع ورقه مبلله ب اتش سي ال رطب اهي لازم طالع ليه الامونيوم باينه خالص دخانه ظهره باينه بدا ايه امونيوم يبقى الملح بتاعنا ايه كبريتات امونيوم الملح اللي بعد كده ملح جاف مع اتش سي ال ملح جاف مع اتش سي ال لو حصل فوران محصلش اي فوران فبيبقى اول تجربه مش معايا كربونات والبيكربونات مش معايا طيب الملح الجاف مع اتش 2 اس 4 حمض التبريتيك لو طلع دخانه يبقى كلوريد هل في اي دخانه؟ لا الدخانه اللي طالعه دي بتاعت مين؟ الحمض بتاعت الحمض نفسه ولا بتاعت الكلوريد؟ بيفور اصلا هو بيفور التاني اللي كان فيه كلوريد كتير كان بيبقى ايه؟ الدخانه بتاعته ظاهره ما علينا كده كده هنجرب التالته ما نفعتش هنرجع تاني للتالته التالته محلول الملح اللي جاي ده كله بقى محلول الملح فانا هعمل كميه كتير كده من محلول الملح هندوبه ونفض في الايه الازاز بتاعتنا ادي اول واحده كده احنا جهزنا محلول ملح من كل الايه الازاز ادي محلول الملح مع بي اي سي ال 2 هل ده راسب ابيض مش قوي مش عارف اهو بقى راسب ابيض الى حد ما احنا برضه محتارين هو شكله راسب ومش راسب اه مش باين قوي طب هنضيف عليه اتش سي ال ال اتش سي ال يدوب ولا لا يذوب؟ لا مش عارف هو في حاجات بتحصل مش عارف شكله بيتفك طيب هو لسه زي ما هو شاكين هو ولا مش هو؟ بس نرجع الاول نرجع نعيد التجربه الثانيه تاني هو مشاكين نرجع نعيد التجربه الثانيه تاني هات كده الزبده التجربة الثانية ملح جاف نزود الكمية شوية و H2SO4 ونزود كمية ال H2SO4 شوية في دخان ولا مفيش؟ في فوران اهي ظهر ازاي؟ يبقى هي التجربة اللي فاتت جلت مننا ليه؟ وحطينا ملح جاف لزق فوق لزق فوق وانا ما فضيتش كميه كتير من ايه من حمض الكبريتيك عشان كده الثالثه ما ظهرتش فانت عمره ما يطلع معاك الايه الاثنين مع بعض الناس هتموت فدوت ايه في دخان يبقى دوت كده ايه كله يبقى الشق الحامضي بتاعنا كله الشق القاعدي بقى احنا كنا مجهزينه المحلول الملح محلول الملح مع اتش سي ال ما حصلش حاجه اتش 2 اس ولا اي حاجه ادي اول تجربتين خلاص بره الثالثه والرابعه كلوريد امونيوم هيدروكسيد امونيوم ايوه دي حاجه هي المشاهده اهي مع الكلوريد والهيدروكسيد طلع ايه طلع راسك هي التجربه الثالثه محلول الملح كلوريد امونيوم وهيدروكسيد امونيوم طلع ايه راسب ابيض جيلاتين ده اللي هو محتمل يكون الومنيوم احتمال يكون ايه؟ الومنيوم طيب هنعمل التأكيدية بتاعت الألومنيوم ونسيب دي هنا جنبنا هنعمل التأكيدية بتاعت الألومنيوم تأكيدية الألومنيوم بتقول
محلول الملح وهيدروكسيد صوديوم راسب ابيض يذوب في زياده من NaOH. راسب ابيض يذوب في زياده من NaOH، ادي محلول الملح مع NaOH من الملح مع هيدروكسيد صوديوم او حديد وسيانيد الصوديوم. هنعمل الاثنين، محلول الملح وهيدروكسيد صوديوم. راسب ابيض اهو ماشي، يذوب في الزياده، خف شويه ولا لا يعني مش عارف بيدوب ولا بيدوبش يعني لحد ما هو بدا يطلع لفوق ان شاء الله يعني مع الوقت كده. شايف شايف اللي بيطلع ده؟ جرب عليه برضو. ده الملح الجاف مع اتش سي ال فورول، حصل فورول ما حصلش اي حاجه، يبقى مش كربونات او بيكربونات. الملح الجاف مع اتش 2 اس او 4، اتش 2 اس او 4 اهو. باين ولا مش باين؟ باين جدا يعني عمل فرع. تمام، ده ايه؟ كبريتين. كلوريد خلاص كده، الشق الحمادي باين خلاص. ايه كله هنجهز بقى محلول الملح عشان الشق القاعدي وكده الحمادي كلوريد قاعدي. بقى نعمل محلول الملح ونفضي في الايه الازاز بتاعي. هتدوب الملح اهو معاك، وهنبدا نفضي في الايه في الازاز دول كل واحد شويه. ماشي، اول تجربه تطلع عليها الحبه دول ما تطلعش. محلول الملح مع اتش سي ال ما حصلش حاجه، اتش 2 اس راح فين؟ اس اهو ما حصلش اي حاجه. ادي اول تجربتين ما طلعوش، الثالثه والرابعه. محلول الملح كلوريد امونيوم هيدروكسيد امونيوم، التالتة ما طلعتش اهي، الرابعة نزود اتش 2 اس ولا أي حاجة. خمسة محلول الملح وكلوريد أمونيوم هيدروكسيد أمونيوم كربونات أمونيوم برضه ما حصلش حاجة. ستة محلول الملح كربونات صوديوم، ادي محلول الملح ادي كربونات صوديوم، مفيش راسب يبقى هي بنسبة كبيرة آخر واحد. وفي تجربة منهم تقريبا خدت أنبوبة فيها مية، فأنا شاكك في التجربة اللي هي الرابعة بتاعت الكلوريد وهيدروكسيد. آخر تجربة ملح جاف مع NaOH ورقة مبللة بـ HCl، ادي HCl اهو أنبوبة فيه، وادي NaOH ملح جاف NaOH. ماشي، ونجيب الأنبوبة هنا دي، الدخان باين ولا خفيف؟ خفيف ده كله خفيف؟ باينة مش باينة في الفيديو. باينة ده كله باين خلاص، ما أنا زودت باينة خالص. ماشي، فده كده الشق الإيه قاعدي إيه أمص. ماشي، يبقى إحنا كده الشق الحميدي كلوريد وقاعدي امر، بدل ما انت ده كلوريد امر. بعد كده هنعمل محلول، هنعمل خطوه للمحلول بقى عشان اللي جايين. هندوب بالملح دوت ونفضيه في الازايز عشان التجربه الثالثه في الحامضي والباقيين بتوع القاعدي. ادي عندنا شويه محلول الملح بي اي سي ال 2 بي اي سي ال 2 اهو، ودي بي اي سي ال 2 راسب ابيض، يبقى هو اللي فات ما طلعش دخانه فعلا. راسب ابيض يضاف عليه اتش سي ال، داب فوسفات ما دابش كبريتات. طب ولا ما دابش؟ ظاهر ولسه زي ما هو، يبقى ده كده كبريتات.
الشكل القاعدي محلول الملح مع HCl، ما حصلش حاجة. محلول الملح مع HCl و H2S تالتة برضو ما حصلش حاجة. خش على الرابعة والخامسة، محلول الملح كلوريد أمونيوم هيدروكسيد أمونيوم ادينا رصب ولا لا؟ مع محلول الملح مع الكلوريد والهيدروكسيد في رصب ابيض جيلاتين، شاكين ان هو الومنيوم، شاكين ان هو ايه؟ الومنيوم. ده اهو رصب ابيض جيلاتيني باينه، فده بنسبه كبيره هيكون الومنيوم. نعمل التاكيديه بتاعت الالومنيوم. التاكيديه بتاعت الالومنيوم بيقول محلول الملح هيدروكسيد صوديوم رصب ابيض يذوب في زياده من ان اتش. خلي ده هنا معانا، محلول الملح وهيدروكسيد صوديوم NaOH راسب يذوب في الزيادة من NaOH. ايه ده اهو NaOH راسب ولا لا؟ ده انا راسب الزيادة من NaOH. دايب ولا ما دابش؟ يعني بدأ ايه يخف. بنسبة كبيرة هيكون ألمنيوم. طيب خلينا احنا برضو لسه شاكين في الألمنيوم، نعمل التجربة اللي بعدها، نكمل مع في السكيم عادي. ادي محلول الملح وهيدروكسيد او كلوريد، ادي هيدروكسيد وادي H2S عشان ممكن يطلع زنك. ده انا حاجه غريبه مش موجوده في الوجود، مش موجوده في السكيب. هل في راسب بالشكل ده؟ لا، يبقى هو مش زنك. خلينا نكمل برضو بقيه السكيمه عشان تاكيدا ان هو الومنيوم، عشان نتاكد بس ان هو الومنيوم. معانا محلول الملح كلوريد امونيوم هيدروكسيد امونيوم كربونات امونيوم، كربونات دي حركه دي. كربونات امونيوم ما حصلش حاجه، يبقى كده الخمسه مش كالسي. فاضل لنا بس محلول الملح. نعمل محلول الملح شويه محلول الملح كده وان ايه او نقصه التجربه اللي هي بتاعت الكالسيوم اللي هي بتاعت المغنيسيوم، محلول الملح وكربونات صوديوم. ادي كربونات صوديوم اهو، طلع ام جي. يعني محلول الملح وكربونات صوديوم راسب ابيض ام جي، ماشي. يبقى هو يا الومنيوم يا مغنيسيوم. بص برده على القديم ده، يعني ده اهو راسب ابيض يذوب في الزياده. يعني لو حطينا مثلا فضينا شويه منه، حطينا زياده من ان اي اتش، من ان اي اتش في الوش جنب انا اهو، اللي في وشي ده، اللي في وشي ده، ده حلو اهو ان اي اتش. بيدوب لسه. جرب الحميدي وبعدين القاعدة. هذه الملح الجاف مع HCl ما حصلش حاجة. التجربة الثانية ملح الجاف مع H2SO4 هل في أي دخان؟ مفيش، حصل حاجة. يبقى الثالثة نبدأ نجهز محلول الملح عشان يكمل معانا كل ادي محلول الملح. وأكيد لازم الثالثة في الحميض تطلع اللي هو الكبريتات. نقسمها على اثنين.
الاولانيه دي برضو فيها كتير. تمام. المحلول الملح مع BaCl2 لازم يدينا نص ابيض اهو يضاف عليه HCl. داب ولا ما دابش؟ ما دابش يبقى كبريتات. الملح بتاعنا كبريتات. القاعدي بقى الملح بتاعنا كبريتات. القاعدي محلول الملح مع HCl حصلش حاجة زود H2S برضه ما حصلش حاجة يعني سخن كده ده طبعا مش هلاصق اسود يعني. التالتة محلول الملح كلوريد امونيوم وهيدروكسيد امونيوم نفس الشكل بتاع اللي فات هو ده لاصق ابيض جيلاتيني ولا لا ممكن وممكن ده ممكن يكون ألمون ماشي. نعمل التأكيدية بتاع محلول الملح خليها قدامنا برضو محلول الملح وهيدروكسيد صوديوم ملح لسه ما دابش كويس. محلول الملح وهيدروكسيد صوديوم ادي هيدروكسيد الصوديوم ادينا ايه راسب ابيض يذوب في الزياده من NaOH يعني لو زودنا NaOH المفروض ان هو يدوب. الراسب الى حد كبير داب ولا ما دابش؟ ممكن نقلبه كده ننزل بيه كده مش عارف اظن ان هو ده زين. هو الجزء اللي فوق ده بقى شفافه مش شباب يبقى دوت كده الومنيوم برضو زي العادي هنتاكد يعني انا شاك ان هو الومنيوم ممكن اعمل التجربتين اللي بعده واشوف هل هو فعلا ولا لا يعني دي نحط فيها NH4Cl NH4OH H2S ممكن في الاخر دول خرفوا عشان كتر الاملاح وكتر الحاجات اللي عملناها صح؟ ده برضو راسب ابيض جيلاتين بس مش باين فهو غالبا الومنيوم يعني كده عملنا التأكيدية بتاعته طلع مظبوط برضو ايه وهو كده او حتى الراسب ايه داب يعتبر داب كله. الملح بتاعنا الملح بتاعنا الاخير ده او الومنيوم باين هو ده يبقى الملح كبريتات الومنيوم ماشي.